قصة صقر السويس، الفدائي عبد المنعم قناوي، وهو بطل من أبطال المقاومة الشعبية، وحكاية 100 يوم قضاها خلف خطوط العدو. لما سئل هذا البطل عن القيام بهذا الواجب، قال إحنا ما كناش مستنيين إن حد مثلا يكلفنا بهذه المهام رسميا، إحنا كنا بنعملها من نابع إن إحنا مواطنين وحاسين إن إحنا في دور لازم نعمله تجاه الجيش المصري. هو معروف عنه هذا الفدائي إن هو من أول الناس اللي رفعت علم مصر على سيناء. تعالوا نشوف هذه القصة مع زميلي العزيز عمرو كمال. الفدائي عبد المنعم قناوي من أبناء محافظة السويس، من بعد نكسة 5 يونيو سنة 67 وحتى ما بعد نصر رمضان اكتوبر 73. احنا كنا الاول بنحرس المنشآت الحيويه داخل مدينه السويس، ومن المقاومه الشعبيه اختاروا مجموعه رياضيين يودوهم فين؟ بورتوفيق، في شمندورتين في القناه عايمين بيحددوا المجرى الملاحي للسفينه اللي بتعبر القناه. فالعدو في الوقت ده حاول ان هو يستولى على نص المجرى الملاحي في الوقت ده بصوره تلقائيه من غير اوامر ولا تعليمات. المقاومه نطوا القناه وراحوا على الشمندوره، العدو جبان بطبع فاستسلم، فتم اسر هؤلاء، وكانوا دول اول اسرى يتم اسرهم بعد 5 يونيو سنة 67 هنا في السويس في بورتوفيق. احنا مع بداية حرب الاستنزاف بعد نكسة 67 دخلنا في أول مرحلة اسمها مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة. احنا بنعمل إزعاج عشان نحسس العدو شرق القناة إن احنا ما متناش. تاني مرحلة مجالات الأسلحة وتدربنا اسمها مرحلة الدفاع النشط، نشد حالنا نروح نعمل عملية هنا وعملية هنا، إزعاج زي ما بنقول بالبلدي. المرحلة التالتة لما اتعمل الجيش بقى ووقف على حيله بقت مرحلة الرد، يعني أول ما يضرب من بورتوفيق على طول خط المواجهة إلى منطقة رأس العش في الشمال. من نعم ربنا علينا في طوال حرب الاستنزاف اللي استمرت 3 سنوات بنعمل عمليات إزعاج لغاية لما وصل بينا الأمر نروح نهاجم العدو شرق خليج السويس. كان العدو الإسرائيلي بيسمينا الأشباح، ولذلك الله يرحمه سيادة اللواء أركان حرب رحمة الله عليه إبراهيم فؤاد نصار مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع المصرية إبان حرب رمضان أكتوبر 73 صرح بعد الحرب، قال إيه؟ لأول مرة منذ الصراع العربي الإسرائيلي من بعد نكبة 48 إلى أكتوبر 73 يتم زرع رادارات بشرية في جميع أنحاء سيناء، وكان ربنا أراد أنا أكون واحد منهم. فبعد ما اتدربت وعلى أجهزة الاتصال بالراديو، كان معايا راديو سوني بلتقط عليه الإشارات باللغة الإنجليزية، أنا بعت معلومات مهمة جدا جدا، هل القيادة في القاهرة هتستنى لما تنادي عليا تاني يوم الساعة 1:15 تكون خربت الدنيا؟ وابتدينا نمشي ونتنقل لغاية لما فوجئت بالخبر اللي هز الدنيا، نجاح قواتنا المسلحة من اقتحامها لقناة السويس. الله، أنا بسأل نفسي لأن أنا في الوقت ده كنت على مدخل ممر متلة من الناحية الشرقية، وكل القوات اللي جاية من عمق سيناء ومن إسرائيل لازم تعدي على الممر عشان تروح على جبل قناة السويس.
واحنا واخدين فرق لتمييز أسلحة العدو المختلف. قعدت أتنقل في سينا لغاية لما وصلت عند رأس البحيرات المرة في الدفر سوار شرق القناة. فأنا اقتربت من القناة لقيت نفسي داخل في وسط القوات الإسرائيلية. وصلنا هنا فوق الجبل، فاتصالاتي بالقاهرة، شد حيلك مطلب رقبتك الوطن اللي 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 العملية خدت يوم اتنين تلاتة، اسبوع اتنين تلاتة. استمر الإقامة بجبل عتاقة من 19 أكتوبر 73 إلى 29 يناير 74. المدة اللي توصل لحوالي 101 يوم، من أهم الأعمال اللي أنا بعتز بيها إن أنا ربنا أراد أنقذ قيادة الجيش الثالث الميداني من الدمار. تحية لأبطال المقاومة الشعبية.